أو معهد الدراسات العربية والإسلامية بإشراف مباشر من المساعدة. شايفين بيذكرونا إزاي؟ في مركزين على إيه؟ في دراسة أحوال المسلمين سنة وشيعة. الذي انتحل صفة إمام مسجد في ليبيا تحت اسم أبي حفص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كم أسبوع كده أطلقت مبادرة أدعو فيها للتقارب بين السنة والشيعة، وقلت إن ده ممكن. ودعونا يا أهل السنة، يا مشايخ أهل السنة، ويا شباب، ويا أمة أهل السنة، دعونا نتقارب وننظر إلى الجانب المضيء. نعم، في جانب مضيء عند إخواننا من الشيعة. هناك شيعة قريبون منا من حيث الاعتقاد، العبادات، كل شيء. طبعا لا يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطعنون في أم المؤمنين عائشة، ولا يحرفون القرآن زيادة أو نقصانا، ولا يغيرون ولا يبدلون. ممكن يكون الخلاف بيننا وبينهم في مسائل فرعية، لكنهم يصلون إلى قبلتنا، ويأكلون ذبيحتنا، ويطوفون ويحجون إلى بيت الله الذي نطوف ونحج ونعتمر إليه. فمواطن الخلاف بسيطة جدا، ويمكن أن نتقارب ويمكن أن نتعايش. لكن عدونا هو حريص كل الحرص على أن تظل الفتنة مشتعلة ما بين السنة والشيعة، فيبقى طائفة الشيعة كلها ترى السنة كفرة من خلال توظيف بعض المعممين مروجي الفتن والأكاذيب ضد أهل السنة، ويبقى أهل السنة كلهم شايفين الشيعة كلهم كفرة من خلال بعض مروجي الفتن ممن يتصدون الساحات، سواء كانوا من أهل السنة أو من أهل الشيعة. وسوف أبث على حضراتكم الآن تقرير. في هذا التقرير ربما يكون فيه إجابة لللبس أو للشك اللي عند البعض. اللي دايما بقوله إنه هناك أياد خبيثة هي وراء هذه الفتنة. التقرير ده بيؤكد هذه المسألة، لكنه تقرير مهم بالمناسبة. وتابعوا معايا الفيديو للآخر، لأن في آخر الفيديو سوف أطلق مبادرة، وأرجو منكم جميعا أن تتعاونوا معي، كل بجهده وعلمه وخبراته، للرد على هذا المشروع الذي سنراه الآن. صحة من القرآن ليوم الجمعة إلا المفطرين وظالمين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمين. ليس أفخاي أدرعي الإسرائيلي الوحيد الذي يستعين بالقرآن والأحاديث النبوية للتضليل. المئات يتخرجون من جامعة تل أبيب للدراسات الإسلامية. هنا نتوقف. كما ترون أمام حضراتكم، نعم، هناك جامعة في تل أبيب اسمها جامعة تل أبيب للدراسات الإسلامية. جامعة للدراسات الإسلامية في تل أبيب، نعم. طب إيه الهدف منها؟ تابع معي. هناك أيضا معهد اسمه معهد الدراسات العربية والإسلامية، أو معهد الدراسات العربية والإسلامية بإشراف مباشر من الموساد. بإشراف مباشر من الموساد. جامعة تل أبيب للدراسات الإسلامية ومعهد للدراسات العربية والإسلامية بإشراف الموساد. وجود معهد للدراسات الإسلامية والعربية في تل أبيب تحت إشراف الموساد الإسرائيلي، وليس وزارة التعليم العالي الإسرائيلية، متخصص في تخريج الدعاة والخطباء والمربين والعلماء، واسمه معهد تخريج الدعاة.
وهذا يخرج لنا هؤلاء الدعاة الذين يثيرون قضية رضاع الكبير ويثيرون قضية أنه صح الإسراء ولم يصح المعراج. إذن هذه الجامعة معنية بتخريج كل من يبث السموم والشبهات والأكاذيب والفتن ويشعرون نيران الفتن ما بين أهل السنة أو بين السنة والشيعة أو ما شابه ذلك. هذه المعاهد أسست في الخمسينيات كما سنتابع. جامعة تل أبيب للدراسات الإسلامية أسسها الموساد في الخمسينيات ويتحكم في جميع دواليبها، فيتولى اختيار الطلاب والأساتذة الموالين له ووضع برامج التدريس. هنا بقى نشوف الجامعة بتدرس ايه. اقرأوا معي: تقوم الجامعة بتدريس المواد التالية: الصهيونية وإسرائيل من وجهة نظر إسلامية، انتبهوا، أصوليون مسلمون بمنظور مقارن، أصوليون مسلمون بمنظور مقارن، دراسة لفكر محمد باقر الصدر، خذوا بالكم، أصوليون مسلمون ودراسة لفكر محمد باقر الصدر، يعني هو مذاكر كويس جدا. أين النقاط التي تشعل الفتنة بين السنة والشيعة؟ فانتبهوا يا أولي الألباب. اسمعوا: العلاقات اليهودية الإسلامية الشريعة والعقيدة الإسلامية في أوروبا، التخصص في الإسلام السياسي الشيعي، اللهجات العربية في منطقة الجليل وقواعدها، البحث في المخطوطات القديمة وارتباطها بالأدب اليهودي القديم والآداب العالمية. الكلام ده موجود على الموقع الرسمي العبري للجامعة. شايفين بيذكرونا ازاي؟ شايفين مركزين على ايه؟ في دراسة احوال المسلمين سنة وشيعة، وبعدين جوه السنة بقى سلف واخوان، سلفيين واشاعرة، ما تريدية، ايه المشاكل اللي بتحصل، ايه الفتن اللي ممكن نشعلها، قضية ارضاع الكبير، قضية معرفش كذا. شايفين الحاجات اللي بيصدروها على وسائل التواصل الاجتماعي، الذباب والحشرات الإلكترونية اللي بتقعد تسأل وتروح وتيجي في نفس القضية عشان تشعلها، ده مقصود كما سنرى في التقرير. الجامعة تعمل بشكل ممنهج ودقيق بالتنسيق مع الموساد لتخريج وعاظ ومؤثرين متمكنين من اللغة العربية والقرآن والحديث والعلوم الشرعية وعادات المجتمعات العربية الإسلامية ولهجات. يخرجون مؤثرين متمكنين من اللغة العربية والقرآن والحديث والعلوم الايه؟ الشرعية والإسلامية. يعني في مشايخ موجودين دلوقتي على الساحة، سواء كانوا ناحية السنة أو ناحية الشيعة، لسانهم حلو، بيتكلموا كويس، لغتهم فصيحة، مصروف عليهم تمام عشان يطلعوا. تظل الفتن دي مشتعلة دائما بين الأمة الإسلامية. نعم. وعادات المجتمعات العربية الإسلامية ولهجاتها تدعمهم للبروز على الساحة الإسلامية، تكلفهم بالنشاط على منصات التواصل. اسمعوا، الرموز دول بيصرفوا عليهم، بيعلموهم كويس، وبيكلفوهم بالنشاط على منصات التواصل الاجتماعي. يعني لازم يبقى له نشاط، ولازم يبقى شخصية مثيرة للجدل. انتبهوا، ركبوا بقى الكلام ده على أي حد في خيالك. تكلفهم بالنشاط على منصات التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة وتوجيه النقاشات لبث الخلافات بين المسلمين وتأجيج الفتن بينهم والتضليل والتلبيس على المتابعين باستخدام الخطاب الديني. طيب، يقول لك هتطلعوا بأسماء مستعارة من أجل إيه؟ من أجل الفتن وتشكيك المسلمين وبث الفتن بينهم. من أبرز هؤلاء كان في واحد راح ليبيا وعمل نفسه شيخ هناك، واتكشف بس من حوالي سنة أو سنتين. ومن أبرز الشيوخ الإسرائيليين الذين نجحوا في مهامهم بنيامين أفرام، الذي انتحل صفة بنيامين أفرام، الله يفرمه مطرح ما راح، طلع على ليبيا وعمل نفسه إمام مسجد، متعلم بقى ومتخرج وعارف نقاط ومتسلط، ولقب نفسه بأبو حفص.
الذي انتحل صفة إمام مسجد في ليبيا تحت اسم أبي حفص، وتشكيل جماعة من المقاتلين تحت إمرته تسمى لواء النخبة تتولى تنفيذ أعمال إرهاب، حتى كشفت السلطات الليبية هويته الإسرائيلية الحقيقية في 2017. الشباب اليوم عليهم بما يملكون من عاطفة ومن تكنولوجيا ومن حماس أن يرشدوا خطهم بالحذر من هؤلاء المنافقين، وذلك باستعمال عقولهم وقلوبهم والمعلوم من الدين بالضرورة في ثقافتهم، لتمييز العلماء العملاء كالمدخلية من العلماء الصادقين المخلصين. إذن نحن أمام مخطط مكتمل الأركان، كل الفتن والضجيج والحرائق المشتعلة ما بين السنة والسنة، أو بين الشيعة والشيعة، أو بين السنة والشيعة، أو بين المصري والعراقي والليبي والتونسي والجزائري والسوري، ما بين الفتن، كل هذه الحرائق المشتعلة من اللي وراها؟ هم اللي وراها. ما هم ما بيصرفوش مليارات على ناس بيخرجوهم وبيعلموهم اللغة والثقافة والعادات والتقاليد ومواطن الخلاف عشان يقعدوا ساكتين كده؟ لا، والله أعلم، كتير من اللحى الموجودة الآن، والأيام كاشفة، كتير من اللحى الموجودة الآن في كثير من أوطاننا العربية، واللي بيطلعوا يسبوا ويلعنوا في أهل غزة، لو شلنا بس كده اللحية هيبان تحتها إبراهام أفرام أو ديفيد كوهين، أي حاجة بقى. انتبهوا واحذروا لمن يشعلون الفتنة بين أبناء الأمة الواحدة. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى كمسلمين وكأهل سنة، إحنا بفضل الله نستطيع أن نتعايش مع أي حد في الدنيا، والحمد لله ما عندناش مشكلة يعني إيه مكسوفين منها ولا خايفين منها، ولا يعني إيماننا ضعيف ممكن أي حد كده نعمل تقارب معاه فيضعف إيماننا. اللي فاهم كده يبقى أنت عندك خلل في الاعتقاد وخلل في العقل، لأن أنت ممكن تتعايش مع أي حد وأنت معتز بدينك، متمسك بعقيدتك، لا هو يأثر فيك إذا لم تؤثر أنت فيه. فمن لم يأتي معنا في حقنا لا نذهب معه في باطله. فليه بقى خايفين من موضوع التعايش والتقارب مع الشيعة؟ وأنا بتكلم عن الشيعة المعتدلين، ده أمر، وده أمر مهم جدا. وأختم يا إخواني بتلك المبادرة التي قلت لكم عنها من وحي هذا التقرير، وأنا تابعت تفاصيل كثيرة جدا، يضيق الوقت هنا في الفيديو عن عرضها. عنت وجالت في خاطري فكرة، هي ما زالت فكرة، ممكن نكون خطنا خطوات ضعيفة فيها شوية لكنها ما زالت فكرة، وهي هو إيه المانع؟ ما الذي ينقصنا نحن كأمة مسلمة إن إحنا نعمل معهد أو جامعة أو مركز لدراسات هؤلاء، نغوص في عقولهم وفي كتبهم، نعرف ما بيفكروا في إيه، بيفكروا ازاي، وشايفيننا ازاي، وبيواجهونا ازاي، وبيحاربونا ازاي، وايه قصة الذباب الالكتروني دي، عملوه ازاي، وبيأسسوه ازاي، وبيفعلوه ازاي، وازاي بيكتشفوا الرموز دي وبينشروها كده. هتقول لي دول معاهم ملايين يا شيخ ومليارات وبتدعمهم دول، نعم، لكن اعلم اصحاب الغايات لا يعدمون الوسائل. لذلك مبادرتي سوف إن شاء الله تعالى، أنا بدأت هذا الطريق وإن شاء الله تعالى إن أطال الله في عمري أكمله، سوف أعمل ما في وسعي لإنشاء معهد أو جامعة لدراسات الآخر، نعرف الآخر بيفكر إزاي من كتبه، والمعهد دايما مفتوح للجميع مسلمين وغير مسلمين، لكن هيبقى لنا فيه بصمة ولنا فيه توجيه ونحن فيه أصحاب هدف. الهدف
اعرف عدوك بيفكر فيك ازاي، لأن الإنسان منا عدو ما يجهل. وانت منتش قاري كتبهم، مش فاهم، منتش قادر تغوص في أعماق أفكارهم ومخططاتهم، عمرك أبدا ما هتعرف عدوك، وبالتالي عمرك أبدا ما هتنتصر عليه. هو قرأ قرآنك، فلماذا لا تقرأ أنت تلموده؟ هو درس كتبك ودرس نقاط القوة والضعف ومواطن الخلاف، فلماذا لا نقرأ نحن تلموده؟ وكما يسلط هو علينا ذبابه وحشراته، فالأولى بنا أن نسلط نحن عليه حاخاماته، منها وعي للناس، ومنها نشغلهم بنفسهم شوية. مش معقولة يعني هيقعد هو يحرق لي في بيتي، كل ما طفي بيت يولع لي في بيت، وأنا تبقى قصة حياتي تتلخص في أن أنا بطفي حرايق وبس. هو إيه؟ هو إحنا كمان ما عندناش كبريت؟ لا والله نقدر، بس المهم نملك. الموضوع فيه تفاصيل كتيرة ومحتاجين كلنا نتعاون فيه، بخبراتنا، بآرائنا، بما منحنا الله إياه من علوم. الموضوع هيبقى دراسة أونلاين ومفتوحة ومكشوفة، ومنخبيش حاجة، بس المهم أهدافنا في إيدينا، وإحنا اللي بنوجه، وإحنا اللي بنقود، وإحنا اللي بنختار، وإحنا اللي بنوجه، وإحنا اللي بنقول مين يبقى فين وبيعمل إيه. نقدر؟ نعم نقدر، إذا وجدت الإرادة. ولعل من أعظم الدروس اللي تعلمناها من غزة إنك إذا وجدت الإرادة تستطيع إنك تصنع من التراب كل شيء. فإن شاء الله نتعاون مع بعض. اللي عنده رغبة من حضراتكم أن يتعاون معنا بآرائه، بخبراته، بعلومه، بكذا، رقم تليفوني موجود على قناتي، ابعت رسالة على الواتساب وقول أنا مستعد، أو ابعتي رسالة وقولي أنا مستعدة، وإن شاء الله تعالى نشوف إحنا ممكن نستفيد من بعض إزاي. جزاكم الله كل خير، وتقبل الله منا ومنكم. انفروا خفافا وثقالا، خفافا وثقالا يعني على قد جهدك، على قد إمكانياتك، على قد علمك. الساحة متاحة للجميع، فاللهم استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.